الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة السادسة في مقرر Visual Basic 2008. كنا دخلنا المرة اللي فاتت في الويندوز ابليكيشنز، تطبيقات الويندوز، وعرفنا ان تطبيقات الويندوز بتبقى افضل شويه من الكونسول ابليكيشنز، لان بيجي لي شاشه فورم بقدر ان انا احط فيها الادوات بحيث يظهر البرنامج بالشكل اللائق ويسهل على المستخدم استخدامه. عرفنا ان احنا بنحط على الفورم ادوات الكنترولز، واشهر 3 ادوات عندنا هم البوتون، الزرار، والليبل، العنوان، والتكست بوكس المربع النص. لو جينا كنا عملنا برنامج لجمع رقمين، وكنا عرفنا ان احنا دخلنا له الرقم الاول والرقم الثاني، حطينا هنا عنوانين مكتوب فيهم الرقم الاول والرقم الثاني، وحطينا هنا 2 تكست بوكس مربعين نص عشان اليوزر يدخل فيهم الرقمين اللي عايز يجمعهم. وفي عندنا هنا بعد كده كان في ليبل، وفي عندنا زرار اللي هو البوتون، بنقدر منه ان احنا لما ندوس عليه نحسب الريزلت اللي عندنا، وعرفنا ان الريزلت نتيجة الحساب بتظهر في العنوان اللي تحت اللي اسمه ليبل 3. ولو نفتكر ان احنا كل عنصر من هذه العناصر كنا بنظبط البروبرتس بتاعته، الخصائص، سواء كان فونت او المكان بتاعه او السايز، حسب ما احنا عايزين البروبرتس بتاعت العناصر. وعرفنا ان في عندنا الاحداث الايفنتس دي بقى اللي هي بت 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 بتعمل بروسس للبرنامج، بتعمل تشغيل للبرنامج اللي هي العمليات الحسابيه، ان انا اجي اقول له ان الليبل 3 اللي هو كان فيه الريزلت بيساوي الفاليو بتاعت الكتابه اللي موجوده في التكست بوكس الاولاني زائد الكتابه بتاعت البوكس الثاني. وعرفنا ان كلمه فال دي احنا كنا حاطينها لان الاصل ان التكست بوكس بيكون جواه حروف وليس ارقام، فعشان نجمع جمع ارقام لازم نحوله الى رقم عن طريق داله اسمها فال. كنا خدنا بعد كده برنامج لتغيير مكان الزر عند الوقوف عليه، كان برنامج بسيط جدا، عبارة عن شاشة فيها زرار اسمه اضغط هنا، اليوزر يجي يقف هنا، يروح متنقل لمكان تاني، يجي يقف هنا يتنقل لمكان تاني، يجي يقف هنا يتنقل للمكان الاولاني. وعرفنا ان الاكشنز اللي كان عندنا كان ان البوتون مش بقى كليك ماوس موف، لما يقف بالماوس عليه من الماوس يتحرك على الزرار. وعملنا جملة سيلكت كيس حسب مكان الزرار الليفت بتاعه، لو الليفت بتاعه 70 يخليه 210، لو كيس 210 يخليها 420، ولو 420 يخليها 70. عرفنا ان جملة سيلكت كنا خدناها قبل كده بالتفصيل اللي هي سيلكت كيس، استخدمناها هنا عشان تغيير البروبرتيز بتاعت العناصر. كنا عملنا برنامج تاني لمحاورة الشخص، المستخدم يقول له هل أنت شخص مجتهد، ومنديله زرار نعم ولا، يقف على نعم تبقى لا، يقف على لا تبقى نعم. بنغير البروبرتيز بتاعة الزراير عن طريق تغيير التكست بتاعها، وده اللي حصل هنا، إن البوتون 1 الزرار الأولاني لما بقف عليه بالماوس، ماوس موف، بيقول لي إن الكتابة بتاعتي هي لا، والكتابة بتاعت التاني الزرار التاني تبقى نعم، ولو داس على الزرار التاني يخليه كتابة الزرار التاني هي لا، والكتابة بتاعت الزرار الأولاني هي نعم لما يقف عليه بالماوس. عملنا برنامج لإجراء العمليات الحسابية من جمع أو طرح أو قسمة، وكنا حطينا لو نفتكر الشاشة دي، ده الرقم الأول والرقم التاني، ودول 4 زراير، وده الريزلت اللي هيطلع فيها المحصله. وعرفنا ان احنا من افضل الاشياء ان احنا نعرف نغير النيم بتاع الاوبجكتس بتاع العناصر علشان نقدر ان احنا نتعامل معاها بسهوله. فكنا سمينا واحد في دول زرار اضافه، زرار جمع، زرار جمع، زرار طرح، زرار ضرب، زرار اسمه. وعن طريق الفورم لود لما نيجي نحمل الشاشه بتاعتنا يبدا يكتب لي في الاد بوتون الكتابه بتاعتها، يكتب الزرار بقى، يعني يكتب لي الكتابه دي على الزرار اثناء تحميله للبرنامج بتاعنا. يبقى في نوعين من تغيير البروبرتيز بتاعه العناصر، تغيير خصائص العناصر
اما ان انا اخصصها في الاول خالص عن طريق اف 4 والشاشه اللي احنا شفناها قبل كده، او ان انا بالكود بقدر ان انا اكتب واغير الخصائص بتاعه العناصر. الريزلت ليبل اللي كان تحت خليناه فاضي، وبدانا عملنا في كل زرار من هذه الزراير الاد بوتون لما ندوس عليه، المالت، الديفايد، السبتراكت، كل زرار من دول بيبدا يكتب لي في الريزلت ليبل الرقم الاولاني وعلامه زائد عشان ده البوتون اد، اما هنا حط لي اكس، اما هنا حط لي على، اما هنا حط لي ناقص، وحط لي الرقم الثاني وعلامه تساوي، وبدا حط لي الريزلت بتاعت عمليه الجمع او الضرب او القسم حسب الزرار اللي انا بدوس عليه. نلاحظ ان احنا هنا خدنا الرقم الاولاني وخدنا له الفال بتاعته عشان نحوله الرقم، والرقم الثاني وخدنا له الفال بتاعته عشان نحوله الرقم، وخدنا بعد ما اجرينا العمليه الحسابيه اللي هي الجمع خدنا لهم السترنج عشان نحوله مره ثانيه لسترنج عشان نقدر نجمعه مع السترنجز، لان طبعا هنا دي كده سترنج 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 يعني متغيرات حرفيه، يبقى لازم لما نجمع معاها نجمع معاها متغيرات حرفيه. نفس الكلام عملناه في بقية الزراير مع اختلاف نوع العملية الحسابية اللي بيجريها عندنا. تعالوا مع بعض ناخد برامج أكثر عمقا في الويندوز أبليكيشنز. عايزين نعمل برنامج لإجراء العمليات الحسابية بدون أزرار. احنا شفنا عشان نعمل عمليات الضرب والجمع والقسمه اضطرينا ان احنا نعمل اربع زراير، لا احنا عايزين نعمل برنامج بدون اي زرار ونقدر ان احنا نجري بيه العمليات الحسابيه. تعالوا مع بعض ندخل، ده البرنامج القديم بتاعنا، هنعمل بروجكت جديد، نيو بروجكت، هنسميه ويندوز ابلكيشن Operation 1، هنحط فيه تكست بوكس وليبل هنغير الخصائص بتاعت الاثنين مع بعض، هنزود الفونت نخليه 12 ونخليه بولد، هنكتب في التكست بتاعت الليبل، هنغير اللغة نخليها عربيك، الرقم الأول، ونخلي اتجاه الكتابة بتاعتنا رايت تو ليفت يس. هناخد كوبي وبيست، كنترول سي كنترول في، بس التاني ده مش هيبقى اسمه الرقم الاول، هيبقى اسمه الرقم الثاني. احنا قايلين احنا مش عايزين نحط زرار، طب هنعمل ايه؟ هناخد تول جديدة اسمها كومبو بوكس. ايه الكومبو بوكس؟ الكومبو بوكس زي اللي قدامنا هنا ده كده اسمه كومبو بوكس، ان هو يعرض لي اشياء زي الفونت، تغيير الفونت في الوورد، كل ده اسمه كومبو بوكس. فانا احط كومبو بوكس، هنغير الفونت بتاعه برضو، كبره شوية نخلي 12 ونخليه بولد، وهنحط جنبيه ليبل، نحرك دول شوية كده يمين، هنسمي هنا التكست بتاع الليبل ده نوع العملية. هل احنا عايزين عملية جمع ولا طرح ولا ضرب ولا اسم؟ طيب ايه بقى اللي هيطلع يعني لو جينا شغلنا البرنامج كده؟ هيخلينا ندخل الرقم الاول 12 ورقم الثاني 13. طب هنا مفيش اي حاجه موجوده، عايزين نختار الاوبريشن بتاعتنا، طب احنا لسه ما دخلنالوش
اي عمليه. فهنيجي نقف على الكومبو بوكس ده، طبعا المفروض ان احنا نسمي زي ما قلنا النيمز نظبطها شويه. هنيجي نختار ده نسميه فيرست نمبر، فيرست نم تي اكس تي، وده هيبقى ايه اسمه سكند نم تي اكس تي، وده هنسميه اوبريشن كومب بوكس يعني. كويس، عايزين بقى نحط الايتمز اللي هتظهر هنا. لو نزلنا تحت خالص هنلاقي في حاجة اسمها items، هندوس على النقط دي يفتح لي شاشة أبدأ أكتب فيها الـ items. فممكن نكتب إضافة طرح ضرب قسمة وندوس أوكي. تعالوا مع بعض نشغل كده ونشوف. انا ممكن اكتب هنا رقم وهنا رقم، اجي هنا الاقيه حط لي اضافه وطرح وضرب وقسمه. طيب انا عايز بقى اشوف ايه، انا كده ظبطت الشكل. طبعا لازم احط كمان ليبل عندنا هنا تحت اللي احنا هنسميه ريزلت ليبل اللي هتطلع فيه ناتج العمليه. و عايزين يكون فاضي، هننزل هنا في نوع العملية نخليه فاضي. طيب عايزين نبدأ دلوقتي ان احنا نشوف ايه اللي هنعمله. تعال ندوس دبل كليك، ما احنا عايزين نعمل اكشن، عايزين نعمل ايفنت، عايزين نعمل حدث. ايه الحدث اللي هيتم؟ لما ضغطت دبل كليك على الكومبو بوكس جاب لي الحدث الشهير جدا. هو طبعا بيجيب لي دايما الحدث الشهير لكل اوبجكت، ففي حدث شهير اسمه Selected Index Changed، يعني انت غيرت الاختيار بتاعك. انت كنت مختار، تعال نشغل كده ونشوف، كنت مختار طرح جيت اخترت ضرب، يبقى انت كده غيرت اللي انت كنت مختاره. لكن لو اخترت ضرب ورجعت ثاني اخترت ضرب انت كده ما غيرتش. يبقى الاوبريشن اللي هو مطلعها لي هنا هي العمليه الحسابيه. الايفنت ده يحصل امتى؟ يحصل لما اغير الاختيار بتاعي للكومبوكس. طيب ممكن طبعا نعمل الحسابات بتاعتنا بطريقتي، اما بطريقه اف او الافضل نعملها عن طريقه سيلكت كيس اللي خدناها قبل كده. طيب هنعمل عن طريق سيلكت كيس، ايه الحاجة اللي هنفرع بيها؟ الاوبريشن كومبو دوت تكست. في عندنا كيس اللي هي كيس اضافة، وفي كيس تانية، وفي كيس تالتة، وفي كيس رابعة. في كيس إضافة أو كيس طرح أو ضرب أو قسمة. طيب لو إضافة هنعمل إيه؟ الريزلت ليبل فاكرينه اللي إحنا حاطينه تحت دوت تكست، المفروض نبدأ نكتب فيه. هنكتب فيه إيه؟ هنحط فيه الفيرست نمبر دوت تكست زائد علامة زائد زائد السكند، ده زي البرنامج اللي فات بالظبط، سكند نمبر دوت تكست، ونحط كمان علامة تساوي، وبعدين نحط ناتج الجمع اللي هو الفيرست نمبر هنحط الفيرست نمبر مجموع عليه السكند نمبر.
بس هل هنجمع جمع سترينجز ولا لازم نديله فال زي ما قلنا؟ لازم نديله فال عشان نحول لأرقام قبل ما نجمع. طيب هل كده مظبوط؟ لا مش مظبوط، لأن حاصل جمع الرقمين دول هيطلع مش مظبوط، لأنه هيديني رقم. إزاي أجمع رقم مع نص؟ يبقى لازم أحوله لنص عن طريق أمر string. أنا كده عملت أول حالة، هناخد copy وبيست ونحط الحالة التانية التالتة الرابعة، بس بدل العلامة دي ما هي زائد تبقى ناقص، تبقى في، تبقى على. ونفس الكلام هنعمله هنا، العملية الحسابية اللي هتتم عندنا بدل ما هي كانت زائد هتبقى ناقص، هتبقى في، هتبقى على. تعالوا نشغل البرنامج ده ونشوف ايه اللي هيحصل. اداني ايرور، لان كاتب كلمة تكست غلط. انا كتبتها بايديا، كان المفروض طبعا ناخدها من عنده. شوف حتى لما كتبنا حرف الاي مظبوط شال العلامات الزرقاء اللي كانت موجودة. شغل برنامج. اتنين وتلاتة اضافة، الاتنين زائد تلاتة تساوي خمسة. طب طرح، اتنين ناقص تلاتة تساوي ناقص واحد. طب ضرب، اتنين في تلاتة يساوي ست، بس طبعا طلع مش مظبوط، هنشوف ليه. قسمة، اتنين على تلاتة يساوي بوينت سكس سفن. طيب ممكن انا طبعا ارجع هنا اختار الليبل بتاعنا ده، ونيجي هنا في الرايت تو ليفت نخليها نو ونشغل. هنقول له ستة واتنين إضافة، ستة زائد اتنين تساوي تمانية. طرح، ستة ناقص اتنين تساوي أربعة. ضرب، ستة في اتنين باتناشر. قسمة، ستة على اتنين تساوي تلاتة. شفنا مع بعض ازاي ان احنا استخدمنا الكومبو بوكس، وازاي ادينا له الايتمز بتاعتنا، ازاي ان احنا ادينا له الايتمز اللي هي تظهر للناس، وازاي ان احنا عملنا اوبريشن، عملنا حدث لما يغير اليوزر الاختيار بتاعه. وعرفنا ان السيلكت كيس كانت افضل حاجه موجوده عندنا عشان حسب كل حاله يختارها اليوزر يبدا يعمل عمليه مقابله ليها. يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نعمل برنامج لاجراء العمليات الحسابيه بدون زر. عايزين نعمل برنامج تاني لتحديد طول الجمله وقلب حروفها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما مثلا واحد يكتب له قاطف عراقي، يقوم هو يطلع له يقول له انك انت عندك الجملة دي طولها 9 كاركتر، 9 حروف، ويروح قلب الحروف. يعني يخلي الواي الاول وبعدين الكي وبعدين الاي وبعدين الار وبعدين الاي، واخر حرف اول حرف الاي ده يخليه هو اخر حرف. تعال نعمل البرنامج ده كده مع بعض بسهولة. هنيجي نقول له فايل نيو بروجكت، هنقول ان ده ابلكيشن 5 او 4. احنا محتاجين ايه في البرنامج ده؟ محتاجين اولا تكست بوكس عشان اليوزر يدخل فيه الجملة اللي هو عايزها، ونطولها شوية، ونحط له ليبل عشان يقول له دخل الكلمة، ونحط له كمان ليبل. ممكن طبعا نسيب الليبل ده شوية، هنغير الفونت بتاعنا نزوده شوية نخلي 12 ونخلي بولد. هنيجي هنا نقول له في الليبل 1 ده الكتابة بتاعتها تكست، هنقول له الجملة هناخد كوبي وبيست منها. طبعا
طبعا كان ممكن ان احنا نغير الاول الدايركشن، هناخد كوبي وبيست وكمان كوبي وبيست. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل دلوقتي. اول حاجة هنغير النيم ده، نخليه statement text. كويس، هنيجي هنا هنخلي الليبل ده اسمه character number text، وهنيجي هنا نختار ده وهنسميه reverse statement label. طبعا اللي فات ده كان المفروض يكون ليبل لان هو مش تكست بوكس، ده ليبل. هو مش حاجه اسمها مفروض، يعني انت تسمي اللي انت عايزه، بس الافضل عشان انا ما اتلخبطش في الشغل بتاعنا. طيب اول حاجه انا عايز اعملها ان الاثنين دول اول ما ابدا اشغل البرنامج يفضوا، ممكن افضيهم من هنا ان انا اجي في التكست بتاعهم وافضيه امسحه، او ان انا اجي ادوس دبل كليك على الفورم نفسها يقوم يفتح لي حدث اللي هو الفورم لود لما يجي يحمل الشاشه. فانا ممكن اقول له ان الكاركتر نمبر ليبل دوت تكست فاضي، واكتب له كمان ان الريفيرس ليبل دوت تكست بيساوي فاضي. تعال نشغل كده ونشوف. اهو اول ما شغل لي، بس الفكره كلها ان هو انا اكتب اللي اكتبه ما عملش حاجه. في عندي انا بقى عايز ابدا اعمل ايفنت، عايز ابدا اعمل حدث. السؤال بقى دلوقتي، هل نحط زرار اليوزر يدوس عليه عشان يجيب له ريفيرس والطول؟ ممكن نعمل حدث كويس. تعالوا ندوس هنا دبل كليك. طبعا انا لما بدوس دبل كليك، على حاجه بيجيب لي الحاجه الشهيره فيها، اللي هو لان زي ما قلنا ان الستيتمنت التكست بوكس ده له احداث كتيره جدا، اهي شايفين احداث كتيره جدا. الماوس احط الماوس يقف عليه، يتحرك، يدوس، يشيل، كل حاجه كده. اشهر حدث للتكست بوكس هو التكست تشينجد، لما واحد يغير الكتابه. طيب تعالوا نشوف لما اغير الكتابه المفروض اخلي ان الكاركتر، ان الكاركتر ليبل دوت تكست، الكاركتر نمبر ليبل دوت تكست بيساوي الطول. في داله اسمها لين اللي هي لينث، يعني حتى احنا لو وقفنا كده هيكتبها لي اهو لين دي، ان بتجيب انتجر بيقول اهو اني valid string expression of variable name، بحيث ان اللينث ده وظيفته ان هو بيجيب لي اللينث بتاع اي فيريبل. طب انا عايز اجيب اللينث بتاع ايه؟ بتاع الستيتمنت تكست دوت تكست. يبقى مجرد ما انا اغير اي كتابه اكتبها يروح هو مطلع لي الرقم. تعالوا نشوف كده مع بعض. انا اكتب له ايه؟ عاطف ايرا، واخدين بالنا؟ كل ما اكتب اي حرف يروح ايه؟ يروح مغير الكتابه بتاعته اللي ده. طيب انا عايز اعمل بقى الشغلانه الثانيه ودي صعبه شويه. ايه هي الصعبه فيها؟ ان انا عايز اعمل ريفيرس، اعمل ريفيرس للكاركترز. ازاي؟ في عندنا داله مهمه في الفيجوال بيزك اسمها ميد. تعال نشوف ميد دي بتعمل ايه. دي بتاخد بعض الكاركترز من سترينج. يعني انا مثلا تعال نشوفها مع بعض، نزود الفونت. لو انا كتبت عاطف ايراكي، الكلمه دي كام حرف؟ 9. لو قلت له مد، هات لي المد بتاع عاطف ايراكي، خد لي من اول الكاركتر التالت 4 كاركتر، ايه اللي هيرجع؟ هو بيعمل ايه؟ هي دي الداله. مد يعني هات لي من الوسط
من منتصف، مش لازم النص بالظبط، لا يعني من داخل هذا السترينج، هذه الجملة من أول الحرف الثالث خد 4 حروف، فهيروح مرجع لي كلمة اي اف اي ار. يبقى الميزة في هذه الدالة ان هي بتجيب لي جزء من سترينج، جزء من سترينج. طيب ازاي السؤال الحالي اللي احنا عايزين نسأله، ازاي هنعمل ريفيرس للكاركتر؟ بسهولة جدا ممكن نعمل حاجة حلوة، ان انا هبدأ اخد الحروف دي من الاخر للاول وارصهم جنب بعض، يعني هاخد من الحرف الاخير للي قبله للي قبله للي قبله، اخدهم حرفا حرفا، اخد الواي الاول وبعدين الكي وبعدين الايه. هنعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة هنعملها هنخلي الريفيرس كاركتر ليبل دوت تكست فاضي. طب كويس، هنعمل فور، طبعا كان لازم قبلها نوصف متغير، هنقول له ديم اي از انتجر، هنقول له فور اي من طول الستيتمنت اللي انت دخلتها to one step ناقص واحد، بحيث ان انا الاي دي تتغير لي من الطول بتاع الستيتمنت دوت سترينج الى الواحد بزياده ناقص واحد. طيب هنيجي هنا نعمل ايه؟ هنقول له ان الريفرس ليبل دوت تكست بتساوي الريفرس ليبل دوت تكست زائد الكاركتر اللي انا واقف عليه اللي هو الكاركتر الاي. ما خد بالنا احنا لو دخلنا كلمه قاطف عراقي فدي 9 حروف، فالمفروض ان هو يجي هنا الاي تتغير من 9 الى 1 بزياده ناقص واحد، فانا عايزه ياخد الكاركتر بدايه من الكاركتر التاسع، ياخد كاركتر واحد بس، ولفه تانية ياخد الكاركتر الثامن السابع السادس. فهاجي هنا اقول له مد خد لي من الجمله دي بدايه من الحرف الاي حرف واحد بس. في الحقيقة ان بالخطوة اللي احنا عملناها دي احنا كده خلصنا البرنامج. تعالوا نشغل كده ونشوف، وهنمشي عليه بالبطيء عشان نشوف. هاجي اكتب له قاطف عراقي، ما طلعش حاجة. طيب يبقى احنا مفروض نقف ونشوف ايه اللي بيحصل. تعالوا نشغل كده كده بحرف الايه، فاللي حصل ان هو بدأ خد الريفرس دي بزيرو كويس فاضية، وبدأ يلف خد الاي من 1 الى 1 لان هو حرف واحد بس، وهيقول له ان الريفرس ليبل دوت تكست بيساوي الريفرس ليبل دوت تكست. هنا الغلط، انا مش عايز الريفرس ليبل دوت تكست، ده انا عايز الستيتمنت دوت تكست. هو انا عايز اعمل ريفرس لمين؟ عايز اعمل ريفرس للستيتمنت. يبقى احنا عملنا ايه؟ شفنا الغلطه، المفروض ان احنا الريفرس ستيتمنت ليبل اللي هو الليبل اللي تحت ده، الليبل اللي تحت اللي احنا عايزين نطلع ريفرس فيه، بناخد من الستيتمنت تكست دوت تكست. بناخد من الستمنت تكست دوت تكست. تعال نعمل ريستارت كده، هنشيل العلامه اللي احنا موقفين بيها، نكتب له قاطف عراقي. اذا ممكن اسيب مسافات وكمان بيشتغل معانا بيعد المسافات، ناخد بالنا ان هو بيعد المسافات. يبقى احنا كده قدرنا نعمل برنامج. تعالوا نشوف مع بعض، انا عايز اقف وقفه كده علشان نشوف هو بيشتغل ازاي. هنروح موقفين هنا كده ونشوف مع بعض. تعال نشوف مع بعض بقى ايه اللي بيحصل لما بنيجي نغير اي حرف. تعال نكتب هنا حرف الايه مثلا. اول حاجه الستيتمنت تو تكست اللي هي قاطف اي ار اي. طيب
هنا هياخد اللينث بتاعها، فبقى اللينث عندنا بسبعة، وده اللي هو بيكتبه، مفيش أي مشكلة خالص فيه وشغال. هنا بقى خد الريفيرس ليبل تو تكست خلاها فاضية، وبعدين بدأ يعدي ياخد الاي. طبعا الجملة اللي عندنا قاطف اي ار اي، دول سبع حروف، فيبدأ يغير لي الاي من سبعة إلى واحد بزيادة ناقص واحد، يبقى الاي خد القيمة دي بكام؟ بسبعة. فجه قال له إن الريفيرس ليبل دوت تكست اللي هو أصلا فاضي أهو بيساوي نفسه زائد الميد، خد لي بداية من الحرف السابع حرف واحد اللي هو حرف مين؟ حرف الاي اللي هو آخر حرف أهو، بقى فيها حرف الاي. جه لف اللفه الثانيه، الاي بقت بكام؟ بقت بست. فجه قال له ان الريفرس ليبل ستيتمنت ليبل دوت تكست اللي هي فيها حرف الاي دلوقتي، حط لي جنبها من الحرف السادس حرف واحد، يقوم ياخد الحرف السادس اللي هو مين؟ اللي هو حرف الار، يقوم بقت اي ار. اللفه اللي بعديها الاي بخمسه، يقوم ياخد حرف واحد من الحرف الخامس ويحطه جنبها، حرف واحد من الحرف الرابع، من الحرف الثالث، من الحرف الثاني، من الحرف الأول، يبقى هو كده جاب لي الجملة بتاعتي مقلوبة زي ما شفنا مع بعض. استفدنا من البرنامج بتاعنا ده إن إحنا ممكن من غير زرار نخلي البرنامج بتاعنا يعمل إيفنت عند اليوزر لما يغير الكتابة اللي عندنا، وعرفنا موضوع ازاي نعمل ريفيرس، واستخدمنا جملة ميد، ودي جملة مهمة بنستخدمها كتير جدا في البرامج اللي بيكون فيها تعامل مع نصوص. دلوقتي عايزين نعمل برنامج يعني مش صعب، هو برنامج سهل، برنامج آلة حاسبة كالكوليتر. ازاي هنعمل برنامج آلة حاسبة؟ تعالوا نشوف مع بعض هذا الكلام. هنيجي نقول له فايل نيو بروجكت، هنسميه كالكوليتر. كالكوليتر 1. ادي الشاشة بتاعتنا، هنحتاج نحط فيها تكست بوكس اللي هو بيعبر لي عن السكرين اللي بيتكتب عليها، وهنحط زرار ونصغره شوية، هنظبط الفونت بتاعنا نخليه 12 وبولد، هناخد كوبي وبيست ادي شكل الآلة الحاسبة اللي معانا، طبعا ممكن احنا بسهولة جدا احنا هندخل ده كده، نختار دول ونقول له من فورمات هوريزونتال سبيسنج بحيث يخلي المسافات دي بينية متساوية، هناخد دول ونعمل لهم كوبي وبيست، وناخد الصفين دول ونعمل لهم كوبي وبيست. هنيجي هنا نكتب الأرقام بحيث إن ده يبقى مكتوب عليه، نغير في التكست، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، طبعا مش لازم أقف هناك مادام أنا واقف عليه هناك، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. هنحط هنا الزيرو، هنحط هنا البوينت، هنحط هنا علامة زائد وناقص عشان نقلب من زائد إلى ناقص. طبعا واضح هي مش ظاهرة، فممكن الزرار ده بس نصغر الفونت بتاعه نخليه 11 بحيث
الاساس يظهر الزائد والناقص. طيب امال هنا هنعمل ايه؟ هنعدل الكتابه اللي هنا، هتبقى دي زائد، الكتابه اللي تحتها ناقص، في حرف الاكس على، هناخد زرار دلوقتي نحطه هنا نخليه علامة تساوي. ده مبدئيا هنحفظ. هنيجي على الفورم دي، وبدل ما هي مكتوبة هنا فورم 1 نخليها كالكوليتور بحيث يتغير الاسم فوق. هنبدأ نغير الأسماء بتاعت الـ objects بتاعت الكنترولز. هنيجي نسمي دي سكرين تكست. طيب الزراير، هنسمي الزرار ده بوتون 1 والزرار ده بوتون 2. نلاحظ ان احنا خلينا البوتون الاول لان ما ينفعش الاسم بتاع الاوبجكت يبدا برقم، ده بوتون 4. لو جينا قلنا له هنا بوتون 4 برضو هيديني رساله يقول لي الكلام ده ما ينفعش، لان ما ينفعش اسمي اتنين بنفس الاسم. فده بوتون 5 وده بوتون 6 وده بوتون 7 ده بوتون 8 ده بوتون 9 ده بوتون 0 ده بوينت ديسيمال بوتون ده ماينس بوتون ده اد بوتون ده سب بوتون ده ملت بوتون ده ديفايد بوتون ده ايكوال بوتون. يبقى انا كده سميت الاسماء بتاعتي. تعال نشوف مع بعض لو احنا شغلنا الكالكوليتور ده ايه اللي هيحصل. جاب لي كالكوليتور ظريف بس حتى شكل جميل لكن ما بيعملش اي اكشن. تعال نشوف مع بعض ايه الاكشن اللي المفروض نعمله. اول حاجة لازم تكون موجودة عندنا ان احنا نشوف الالة الحاسبة العادية. اول حاجة بيكون مكتوب على الشاشة زيرو، بيكون مكتوب على الشاشة زيرو. نسيبنا من زيرو دلوقتي هنرجع لها قدام. دلوقتي عايزين نعمل اكشنز في هذا البرنامج. لما اجي ادوس 1 2 3 المفروض يعمل ايه؟ يكتب لي على الشاشه 1 2 3. المفروض يكتب لي على الشاشه 1 2 3. نلاحظ ملحوظه مهمه انك انت لما كتبت 1 2 3 وشاشه عليها 1 2 3 لو دوست 4 بيروح ضايف 4 جنبها. يبقى احنا لازم نيجي هنا لما ادوس 1 اقول له ان السكرين تكست دوت تكست بتساوي السكرين تكست دوت تكست زائد حرف الواحد. ناخد بالنا احنا هنا بنجمع حروف، هنا بنجمع حروف. تعالوا نشغل كده. طب ندوس اتنين ما عملش حاجه لان اتنين ما فيهاش اكشن. طبعا ممكن بسهوله جدا ما دام انا مسمي الاوبجكتس بتاعتي كويس ممكن اخد هنا كوبي وبيست واروح اعمل بيست هنا واقول له ان البوتون الثاني اتنين وفي الاخر الهاندل برضو بوتون اتنين. يبقى انا هنا خدت كوبي وبيست من الاكشن بتاع البوتون الاولاني وحطيته وغيرت بوتون اتنين لان انا مسمي الزراير اسماء ذات معنى. تعال نشغل كده ونشوف. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد واحد اتنين 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 واحد. يبقى ده شغال كويس. لكن تلاتة وخمسة وستة لسه مش شغالين كويس. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ازاي بقية الحاجات
سهلة جدا ممكن نعملها بسهولة. طب تعالوا نشوف مع بعض برضو قبل ما نتعمق وناخد كوبي بيست للكل، تعالوا نشوف مع بعض الزيرو. ما في عندنا بطن زيرو، تعال نشغل كده 1 2 0 2 2 0 0 0 1 2، شغل كويس جدا. لا في مشكلة صغيرة عايزين نشوفها، لو جينا شغلنا ودوسنا 0 0 0 0 1 2 1 2، هل ده مقبول؟ لا ده مش مقبول، المفروض لما يلاقي في زيرو يشيله، لما يلاقي في زيرو يشيله، لان زيرو على الشمال ملوش اي لازمه. بالاضافه ان احنا زي ما قلنا من شويه ان احنا الاصل ان احنا بيكون عندنا في زيرو، يبقى احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه جدا. تعال نرجع البرنامج بتاعنا، ان احنا في الفورم لود هنقول ان السكرين تكست دوت تكست بتساوي زيرو. كويس، تعال نشغل. يبقى هو اول حاجه طلع لي زيرو، بس لسه ما حلناش المشكله. لما اكتب زيرو 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 برضه مش بيحل المشكله، يبقى انا لازم اعمل اف. ناخد بالنا من الحته دي، هنيجي مثلا تعال نشوف كده، لو شغلنا لو جينا كتبنا 1 2 كتبها لي جنب الزيرو، لا انا هعمل له اف كونديشن هنا، اف لو ان السكرين تكست بتساوي زيرو وإلس. احنا في فرق، لو السكرين زيرو بزيرو ما يضيفليش جنبها واحد، لا ده يخليها هي بواحد، ده يخليها هي بواحد. طيب لو هي مش بزيرو يجمع عليها واحد. نشوف الحتتين نجاح مع بعض. احنا عايزين لو هو لقى ان المكتوب على الشاشه زيرو مش يجمع واحد جنبها والا تبقى زيرو واحد، لا يحط لي الواحد. تعال نشغل كده، تعال ندوس واحد. طب زيرو زيرو واحد، يبقى هو شغال كويس. لو لقى زيرو على الشاشه، لو لقى زيرو على الشاشه يقوم يحط الواحد، يشيل الزيرو ويحط مكانها الواحد. اما لو لقى الشاشه عليها حاجه تانيه غير الزيرو يعمل ايه؟ يحط لي جنبها واحد. هناخد كوبي وبيست من اللي هنا ده ونحطه في الاثنين، بس زي ما قلنا هنغير ان دي تبقى 2، والزيرو نفس الكلام عشان ما يحطليش صفرين جنب بعض. لو لقى زيرو يحطه بزيرو، ما لقاش زيرو يزود عليها. طبعا ممكن بسهوله جدا ان احنا ناخد بقى بوتون 2 دلوقتي كوبي ونعمل بيست كذا مرة. ده بطن 2 يبقى ده بطن 3، تبقى دي 3 3، وفي في الآخر كمان بطن 3 4. طبعا ده أسهل بكتير جدا من إن أنا أقعد أشتغل وأدوس هناك كليك وأكتب الإيفنت، لا ما دام أنا مسمي الأحداث بتاعتي والزراير بتاعتي مظبوطة فأقدر إن أنا أشتغل الشغل بتاعنا بطريقة سهلة إن شاء الله. فإحنا بنعدل ده كده الزرار الخامس، ده الزرار السادس، هنا السادس، الزرار السابع، الزرار الثامن، ثامن، 9 طبعا احنا كنا حاطين بيست زيادة نشيلهم، ملهمش لازمة دلوقتي. تعالوا نشغل البرنامج بتاعنا ونشوف شغال كويس ولا مش كويس. هنيجي نكتب
واحد اتنين زيرو تلاتة تسعة خمسة تمانية. تعال نشغل تاني. زيرو 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 واحد اتنين تلاتة خمسة أربعة تلاتة. يبقى البرنامج بتاعنا شغال كويس جدا بيحط. طيب احنا دلوقتي البرنامج بتاعنا بيقدر يكتب على الشاشة أرقام كويس. طب دوسنا زائد على في أي حاجة تساوي. طب الديسمال بوينت برضو المفروض ان احنا نحطها، نسينا احنا نحط ديسمال بوينت زي ناخدها، لان هي طبعا اسمها مختلف. هندخل على الديسمال بوينت هنحط فيها حدث زي الحدث اللي فات بالظبط، بس طبعا احنا هنا ناخد بالنا ان الديسمال بوينت حتى لو اللي الشاشه عليها صفر يحط الديسمال بوينت، فما فيش اي مشكله عندنا. يعني مش لازم جملة الاف اللي احنا عملناها، لان الشاشة لو عليها زيرو انا عايز احط زيرو جنبها ديسمال بوينت. تعالوا نختبر كده. اتنين تلاتة زيرو بوينت. يبقى الراجل شغال معانا كويس في هذه الحالة. طيب عايزين بقى نشوف لما ندوس علامة زائد ناقص في على يعمل ايه. المفروض ان انا هخزن اللي على الشاشة في دماغي وابدأ ادخل رقم تاني يجمعه عليه او يطرحه او يضربه او يقسمه. فهنيجي في الكود بتاعنا في الفورم لود، وده انا قصده عشان حتى نشوفه قدام ان شاء الله. هنيجي نعرف متغير ديم حاجة اسمها فيرست نمبر از ديسيمال. هنعرف متغير اسمه فيرست نمبر. طيب بمجرد ما انا هاجي ادوس على علامه زائد المفروض يحط لي الفيرست نمبر ده باللي على الشاشه اللي هو سكرين تكست دوت تكست. بس نلاحظ ان في مشكله، انك انت هنا موصف ان الفيرست نمبر ده ديسيمال وهنا ده كده سترينج، يبقى نديله جمله فال الداله بتاعت فال عشان يحوله لي من سترينج. كويس جدا. طيب الحاجه الثانيه طبعا دي فيرست نمبر، واضح ان هو حط تحتيه علامه زرقاء، هنشوف ليه ان هو مش فاهمه. طب الحاجه الثانيه عايز احط على الشاشه زيرو تمهيدا انه يبدا يدخل الرقم الثاني. طيب هل كفايه كده؟ لا مش كفايه. ليه بقى؟ لان انا المفروض اعمل نفس الكلام ده في على وفي وناقص وكل الاوبريشنز. طب انا لما دوست زائد هو خلاص خد لي اللي على الشاشه حاطه في فيرست نمبر وحط لي على الشاشه زيرو تمهيدا ان انا ابدا ادخل الرقم الثاني. دلوقتي هيعرف منين ان انا كنت داس على زائد او ناقص او على او في. طب تعالى الاول نشوف الفيرست نمبر ده ايه مشكلته. تعالى نشغل كده. قال لي في ايرور. ايه الايرور اللي عنده؟ يوزد ان يوزد لوكال فاريبل فيرست نمبر. الفيرست نمبر ده انت مستخدم ده وارننج. لا احنا ندوس على الايرور. بيقول ان الفيرست نمبر ده انت مش مستخدمه. ملحوظه مهمه جدا، انا هنا لما كتبت عملت ديم للفيرست نمبر وصفته داخل الفورم لود مكتوب هنا ايه برايفت سب، يبقى الفاريبل ده متعرف داخل السب دي لكن بره ما يقدرش يتعرف. يبقى الحال ان احنا نعمل كات ونطلع فوق خالص نحطها في البابليك، بحيث يبقى ده كده بابليك فاريبل متعرف بصيغه عامه، واخدين بالنا، بحيث ان هو يشتغل عادي. تعالى كده نشغل. ما اداش ايرور. هنكتب له 1 2 3 زائد راح نطلع 0 5 7 6 4 واقول تساوي. طبعا تساوي لسه ما حصلش فيها اي اكشن. زي ما قلت انت لو دوست ناقص دوست على دوست فيه لازم يكون في حاجه تفرق ما بين الزرار اللي انت دوست عليه. فلذلك هنيجي برضو هنا في البابليك فوق وهنعرف متغير اسمه operation name as string، بحيث ان انا لو انت كنت دوست علامة الزائد
هيجي انا يقول ان الاوبريشن نيم بتاعتي اسمها اد. طب تعالوا نرجع. طب علامة الناقص المفروض لما ادوس ناقص برضه نفس القصة، ياخد اللي على الشاشة يعتبره هو الفيرست نمبر ويخلي على الشاشة زيرو، بس الاوبريشن نيم تبقى اسمها صب. طب تعالى نرجع تاني، يدوس فيه نفس الحاجات بس يخليها ملت، والعلى برضه نفس الكلام بس يخليها ديفايد. ايه لازمة الاوبريشن نيم فاريبل اللي انا وصفه ده؟ عشان لما اجي ادوس على علامة تساوي وعايز ابدأ اعمل الريزلت يطلع على الشاشة، لازم اعمل سيلكت كيس تبعا للاوبريشن نيم، لان في عندنا كيس اسمها اد، في كيس اخرى اسمها سب سبتراكت، وفي كيس اخرى اسمها مالت، في كيس اخرى اسمها ديفايد. كل كيس من دول المفروض ليها اوبريشن مختلف. طيب يبقى نفهم تاني، انا اول حاجة هدخل الرقم الاول وادوس على علامة زائد وادخل الرقم الثاني. الرقم الاول اول ما جيت دوست على علامة زائد راح مخزنهولي في فاريبل اسمه فيرست نمبر. طب السكند نمبر لما اجي ادوس على تساوي موجود فين؟ موجود على السكرين. طب الريزلت اللي هتطلع لي هتطلع لي فين؟ هتطلع لي على السكرين. يبقى كاني عايز اقول ان السكرين الجديده هتساوي الفيرست نمبر زائد السكرين القديمه. تاني انا دخلت الرقم الاول كتبته على الشاشه، اول ما دوست علامه زائد راح مخزن الرقم اللي على الشاشه ده في فاريبل اسمه فيرست نمبر، اهو فيرست نمبر، وانا حاطين على الشاشه زيرو تمهيدا لادخال الرقم الجديد. فانا دخلت الرقم الجديد، فالرقم الجديد دلوقتي موجود على الشاشه. لما اجي ادوس على علامه تساوي المفروض يعمل ايه الراجل؟ المفروض يجمع الفيرست نمبر اللي هو خزنه في الفاريبل زائد اللي على الشاشه. يبقى المفروض لو انا في الكيس بتاعت الاد، المفروض ان انا هجمع الفيرست نمبر هجمعه مع السكرين تكست دوت تكست. طبعا عارفين القصه دي قبل كده، ان السكرين تكست دوت تكست دي عباره عن سترينج، فلازم اجيب لها الفاليو واجمعها. طب الريزلت ده هيتخزن فين؟ هيظهر فين؟ هيظهر في السكرين تكست. نشوف تاني. يبقى انا دخلت رقم اول راح ودوست على علامه زائد فخزنهولي في فيرست نمبر، دخلت الرقم الثاني فراح ده ودوست على علامه تساوي فدخل هنا شاف الاوبريشن ايه، شاف ان الاوبريشن هي اد، لان كنت دوست اد علامه زائد، فجه قال لي الفيرست نمبر اللي انا خزنته في الفاريبل ده اجمع عليه الفاليو بتاعت السكند نمبر اللي هو موجود على الشاشه حاليا وحطهولي على الشاشه. بس طبعا عشان يحطه لي على الشاشه لازم ان هو يحوله الى سترينج. كده انا عملت البرنامج بتاعي ان هو يجمع يعمل عمليه الجمع. تعالوا نشغله كده ونختبره ونشوف هل هو شغال ولا لا. 12 زائد 14 يساوي 26. واضح ان هو شغال كويس. يبقى انا هاجي هنا في السيلكت كيس اللي انا كنت عاملها وهاخد كوبي وبيست لكل حالة من الحالات اللي عندنا، بس نفتكر ان في فرق. ايه الفرق؟ هنا كنت بتضيف في الاد، هنا تطرح، هنا تضرب، هنا تقسم. تعالوا نشغل البرنامج بتاعنا كده. واحد ونص في اتنين يساوي تلاتة.
طبعا عايزين نطور برنامج، البرنامج شغال كده كويس لسه، بس في زرار احنا ما شغلناهوش اللي هو الزائد والناقص. هو الزائد والناقص وظيفته المفروض ان هو يقلب الاشاره، لو هي زائد يخليها ناقص، لو هي ناقص يخليها زائد. فممكن نعملها ببساطه جدا ان احنا نقول ان الاكشن هنا ان طبعا الزائد ازاي نخلي الزائد ناقص والناقص زائد نضربه في ناقص واحد، يبقى احنا السكرين تكست هنضربها في ناقص واحد. طب هو ينفع نضرب سترينج في رقم ولا لازم نحوله الى رقم؟ يبقى انا كده هعمل ايه؟ هاخد الرقم اللي عندي على الشاشه واضربه في ناقص واحد. طب اظهره فين؟ اخزنه فين؟ على الشاشه برضو تاني. طب هو ينفع ان انا رقم اضربه في رقم واحطه في سترينج ولا لازم احط داله سترينج؟ لازم نحط داله سترينج. تعالوا نشغل كده، هنيجي نقول له 12 ناقص زائد، واضح؟ يبقى هو هنا عمال يغير لي 12 في 5 يساوي 60. طيب عايزين نصفر الشاشه لازم يكون عندنا في زرار اسمه سي لو نفتكر، فاحنا هنيجي هنا نضيق ده شويه ونحط كوبي وبيست، زرار هنسميه التكست بتاعه سي، هنسميه كلير بوتون، كلير بوتون ده وظيفته وظيفة بسيطة جدا ان يخلي لي الشاشة عليها زيرو. بحيث ان انا قلت له 4 + 5 = 9، صفرت الشاشة وأبدأ أدخلها من أول وجديد. في ملحوظة عندنا، لو عايز أقول 1 + 3 + 4 هقول 1 + 3 = 4 يبقى لازم كل مرة أدوس تساوي، يعني لازم لا ده المفروض إن أنا في الآلات الحاسبة، لو نفتكر الآلات الحاسبة تعالى نجيب كده آلة حاسبة ونشوف. لو جيت قلت له 1 + 2 + لما دوست على الزائد طلع لي الريزلت، واخدين بالنا؟ طيب نعمل ايه في الحال الكلام ده؟ حل بسيط جدا، يبقى احنا عمليه الريزلت اللي حصلت في علامه تساوي مش عايزه في تساوي بس، ده انا عايز تتحط كمان في الديفايد وفي المالت وفي البوتون وفي الاد. طب بدل ما اخدهم كوبي وبيست واحطهم، خدنا قبل كده منعا للتكرار، ممكن نعمل هنا حاجه اسمها سب operation execute، وهناخد copy وpaste من الجمل دي، ناخدها من هنا cut ونحطها هنا paste، وننده ال operation دي في علامة التساوي الأول. تعال نشوف شغالة مش شغالة. تعال نشغل كده ونشوف، 1 = 12 - 5 = 7. انا الجملة بتاعت الاوبريشن اكسكيوت دي هاخدها كوبي واحطها مرة في الاد ومرة في السبتراكت ومرة في المالت ومرة في الديفايد. يبقى انا هنا وفرت وقت ومجهود، ان انا مش عايز اخد كوبي وبيست من نفس الجمل، لا خدتهم تحت عملتهم في سب روتين، عملتهم في سب روتين وطلعت هنا ناديت السب روتين بتاعنا في كل مره. تعالوا نشغل كده، 12 + 2 + 4 + 8 = طلع لي الناتج بتاعنا. طيب ممكن نعمل حاجة كويسة، إن أنا أدوس بدل في بعض الآلات الحاسبة بيكون فيها سهم لورا، بيكون فيها سهم لورا، ممكن اللي هو بيمسح لنا حرف، فممكن نعمل بسهولة جدا لأن إحنا لسه واخدين مع بعض السترينجز، هنحط التكست هنا، نحط علامة أصغر من وشرطتين بحيث إن ده بيمسح هو زي باك سبيس في الكيبورد، وهنسميه
last number clear bottom. مفروض لما ادوس على الحرف ده يعمل ايه؟ يشيل الحرف الاخير من على الشاشة. يبقى احنا ممكن نقول ان الشاشة الحالية بتساوي مد. فاكرين حضراتكم مد اللي لسه مستخدمنا من شوية؟ هناخد من السكرين اللي على الشاشة بداية من الحرف الاول كم حرف؟ طول الكلمة ناقص واحد، يبقى فال ناقص واحد. يبقى احنا هنا عملنا ايه؟ لما يدوس باك سبيس هيشيل الحرف الاخير. ازاي؟ انه هياخد من السكرين، من السكرين تكست، هياخد بداية من الحرف الاول طولها كلها ناقص واحد. تعال نشوف كده الكلام ده. 7 2 5 4. تعال ندوس باك سبيس. مش شغال. تعال نشوف مش شغال ليه. احنا الظاهر كتبناها في حتة مش مظبوطة. احنا مش دي. هي دي. تعال نشوف هو مش مشغلها ليه. عنده تكتب حروف كتير هي. المفروض لما ادوس هنا يعمل العملية دي. يقول لي السكرين تكست دلوقتي بالارقام دي هياخد بيتها من الحرف الاول. دي اسف، دي مش فال بقى، دي غلطه مننا. احنا مش عايزين الفال، احنا عايزين اللينس، الطول بتاعها، الطول، عايزين الطول بتاعها. تعالوا نشغل كده. بحيث ان لو غلطت في اي كتابه عندنا يبدا يحذف لي. دي كده فكره آلة حاسبه بسيطة جدا، بس عرفنا منها ازاي ان احنا بدأنا نتعامل مع الارقام، مع الزراير، مع الاحداث، بحيث ان احنا نقدر نعمل برنامج جميل وكويس يقدر المستخدم ان هو يستفيد منه. كده نبقى تعرضنا لبعض بعض البرامج الاكثر عمقا، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.